انتهت منذ قليل نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، وكانت النتائج كالتالي: بايرن ميونخ بيفوز فوز كبير جدا على فيكتوريا بيلزن 5-0، مارسيليا أيضا فوز كبير على سبورتنج لشبونة 4-1، ليفربول بيحقق فوز على ملعبه على جلاسكو رينجرز 2-0، والهدف الثاني كان من ضربة جزاء أحرزه نجمنا محمد صلاح، والهدف الأول كان أحرزه الباك اليمين ألكساندر أرنولد. وما زال ليفربول من وجهة نظري يعاني من أمرين: الأمر الأول هو عدم انتظام قدراته الدفاعية، رينجرز ده وحصلت المجموعة، ومع هذا ذهب 3-4 مرات في منتهى الخطورة على مرمى ليفربول. الأمر الثاني أن رغم الكثافة الهجومية الجيدة لليفربول، ما زال عاجزا عن ترجمة هذه الفرص الكبيرة إلى أهداف، مع الوضع في الاعتبار الحقيقة برضو النهاردة أن حارس مرمى جلاسكو رينجرز كان متفوق على نفسه الحقيقة. انتر ميلان بيحقق مفاجأة من وجهة نظري ويفوز على ملعبه على برشلونة 1-0. برشلونة عامل نتائج طيبة جدا الفترة اللي فاتت، ومتألق ليفاندوفسكي كراس حربة لبرشلونة، والأداء في الدوري العام الإسباني رائع للغاية، ولكن يبقى انتر ميلان من الفرق الكبيرة العريقة في أوروبا. المفاجأة الكبرى إن أياكس على ملعبه يتغلب 1-6 من نابولي، دي مفاجأة كبيرة جدا. أياكس من الفرق الكبيرة مش بس في هولندا، لا في أوروبا بشكل عام، وقدمت مردود جيد جدا السنوات الماضية الحقيقة. مفاجأة كبيرة أنه يتغلب 1-6 على ملعبه، أمر صعب للغاية. كلوب بروج يفوز على أتلتيكو مدريد 2-0، ويبدو أن أتلتيكو مدريد بدأ مستواه يتراجع مع سيميوني خلال الأونة الأخيرة. بورتو بيفوز على باير ليفركوزن منطقيا 2-0، وانتراخت فرانكفورت يتعادل مع توتنهام بدون اهداف. بكره ان شاء الله عندنا الجوله الثالثه ايضا من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، الساعه 7:15 عندنا ماتشين: ريد بول سالزبورغ امام دينامو زاغرب، ولايبزيج امام سيلتيك. والساعه 9 عندنا باقي المباريات: مباراة في منتهى القوة تشيلسي على ملعبه أمام ميلان، مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن، يوفنتوس أمام مكابي، ريال مدريد أمام شختار، إشبيلية أمام بروسيا دورتموند، وبنفيكا أمام باريس سان جيرمان. ماتشات دي كلها الساعة 9. قبل ما أسيب الجدول عايز أقول لحضراتكم طبعا يهمنا المجموعة اللي فيها ليفربول بعد انتهاء الجولة الثالثة، بتتصدرها نابولي برصيد 9 نقاط، ثم يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، كل لعب 3 ماتشات، ثم أياكس بعد الهزيمة الكبيرة النهاردة الحقيقة 6-1 بيبقى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا طبعا جلاسكو رينجرز في المركز الأخير بدون نقاط.